بسم الله الرحمن الرحيم. اسهل حاجه بعد مباراه يوفنتوس وبرشلونه لما تلاقي حد بيقول لك بص دي كانت روح من لعيبه بعد اقاله بارتيمو علشان خاطر اللعيبه حاسه ان هم في وش المدفع ولازم يكسبوا النهارده علشان خاطر يثبتوا للناس ان بارتيمو كان هو العيب فيه. اقول له بص انت كداب، لا مؤاخذه يعني انت كداب، عشان اللي حصل النهارده شغل رونالدو كومان يستاهل انك تقول له عليه شابوه، تستاهل انك تقف وتسقف له تسقيفه احترام او على الاقل ترفع له القبعه وتقول له عملت جيم تكتيكي كويس قوي قدام اندريا بيرلو وقدام يوفنتوس وحرقت يوفنتوس وبينت قد ايه هو فريق عاجز، لان اللي حصل النهارده ما كانش بس حماس وكان بس معنويات جوه الملعب، لا اللي حصل النهارده كان شغل مدرب. ما هو لما تلاقي مباراه ريال مدريد اللي فاتت الراجل بيلعب بدري ناحيه اليمين علشان خاطر يخطي سرعات فينيسيوس والنهارده تلاقيه بيلعب ناحيه الشمال، لا في شغل مدرب، لان الراجل بيلعبه النهارده ناحيه الشمال ليه؟ علشان خاطر ناحيه اليمين اللي فاتت قويه جدا كوادراتو وقدامه كولوفاسكي الاثنين عندهم سرعات والاثنين بيقدروا ان هم يتوغلوا بيلعبوا عرضيات للمهاجم بتاع فينتس سواء كريستيانو او موراتا والاثنين بسم الله ما شاء الله هيدرز كويسين جدا. فلما تلاقي ان الراجل بيلعب ببيدري علشان خاطر عارف ان جوردي البا لوحده مش هيقدر ان هو يسد الجبهه دي، فلا تقول له الراجل عمل شغله كويس. لما الراجل يلعب ناحيه اليمين بسيرجيو روبرتو مع ان الناس كلها كانت بتقول احنا عايزين ديست عمل مباراه كويسه قدام ريال مدريد، وبعد كده افتكر ان اراخو ما عندوش خبرات، فمفترض انك تلعب بباك جنبه عنده خبرات. اه تخيل سيرجيو روبرتو هو اللي عنده خبرات وسيرجيو ديست لسه ما عندوش خبرات، فتقول والله كويس. وكمان كويس ان الراجل ما بيعملش تقدمات خالص، سيرجيو روبرتو كان ثابت تماما الشوط الاول. وعثمان ديمبيلي، عثمان ديمبيلي النهارده لعب ناحيه اليمين، عثمان ديمبيلي النهارده عمل جيم كويس قوي. سيبك من الراجل عمل هدف وان الراجل قدر ان هو يتقدم لبرشلونه بسرعه والكره خبطت في تشيزا وغيرت اتجاهها، بس عثمان ديمبيلي لما بيلعب لما كان بيلعب قبل الاصابه كان بيثبت ان هو واحد من نجوم الفريق، واحد من الناس اللي تقدر تعتمد عليهم سواء بيلعب يمين او بيلعب شمال. تركيزه بيقل احيانا، احيانا بيكون سيء، بس برضه هو سيء هو افضل بكتير جدا من لعيبه كتير كانت موجوده جوه الملعب. كويس النهارده الراجل رحمك من ثنائيه بوسكيتس وفرانك دي يونج، وعلى الاقل حط لك ارسول. ارسول عمل جيم ممتاز جدا، ارسول بس مش كفايه ان هو بيلعب بالكره من تحت ضغط كويس، ولا هو كفايه ان هو بيلعب لك كور قدام بس ما بيلعبش كور لورا ولا على الاجناب زي بوسكيتس ما كان بيعمل. وكمان كان عاطي حريه لفرانك دي يونج ان انا هاجي اغطيك، انا مش هعمل زي سيرجيو بوسكيتس وانا لعب احنا الاثنين على خط واحد واحنا الاثنين كل واحد فينا يرجع يغطي الثاني. لا سيرجيو بوسكيتس ما كانش موجود، فكانت سهله قوي ان اللي يعمل ادوار دفاعيه كان فرانك ديونج، اللي يعمل ادوار هجوميه كان ارسول. كانت واضحه جدا، وارسول النهارده عمل تصويبه كويسه جدا قبل احراز الهدف، وكان باين ملامح ان لا دي 4 2 3 1 محترمه. ميسي كان بيقدر كان بيغير انطوان جريزمان، وانطوان جريزمان كان بيطلع فاول شويه، وميسي كان بيخش في العمق شويه، وبدري احيانا لما الفرقه كان بيبقى معاها الكوره كان بيخش في العمق علشان خاطر لو في زيادات والكوره اتلعبت بالعرض تلاقي ان على الاقل في 3 4 لعيبه موجودين جوه منطقه جزاء يوفنتوس. ده كله شغل معنويات علشان خاطر اللعيبه مبسوطه ان بارتيمو مشي. يا راجل يا نصاب حرام عليك، مش كده بقى يعني. لما الناس تعمل شغل كويس قول لهم عملوا شغل كويس. لما الراجل يحرج النهارده يوفنتوس ويبين قد ايه اندريا بيرلو مدرب عاجز وقد ايه بيرلو لسه بيعتمد على ان هو انا اسم اندريا بيرلو، انا استحق ان انا اشتغل مدير فني يوفنتوس، انما انا شغلي جوه الملعب مش باين خالص. هتقدر تقول لي النهارده ديبالا كان بيعمل ايه؟ ديبالا كان بيلعب النهارده مركز 10 عارفين 4 2 3 1 علشان خاطر كولوفسكي كان بيلعب ناحيه اليمين وعلى الشمال كان موجود تشيزا. تقدر تقول النهارده برضه ديبالا كان بيعمل ايه؟ هو كان بيحاول يميل على كولوفسكي وكان بيحاول يميل على كوادرادو ناحيه اليمين، يعني كان مفترض ان هو بيحاول يعمله جبهه قويه جدا تواجه جوردي البا وتواجه بدري، بس ما قدروش ان هم يعملوا ده. ما قدرش النهارده تحس بقيمه باولو ديبالا كواحد مفترض ان هو يشيل الفرقه مع غياب كريستيانو رونالدو. ما حسيتش انت النهارده بقيمه بنتانكور، ولا حسيت خالص بقيمه رابيو جوه الملعب، ونص الملعب بتاعهم كان سيء جدا. وفجاه لقيت ان لا يا جماعه نص ملعب برشلونه قادر ان هو يسيطر على المباراه، فجاه لا يا جماعه برشلونه نص الملعب بتاعه ماسك الكوره، لا يا جماعه في مشكله في لعيبه يوفنتوس، لعيبه يوفنتوس كولوفسكي وتشيزا الاطراف كانت واقفه جدا. ومعلش يعني لو دورت هم مشاريع من المستوى الكويسه، بس لو دورت في الموسم بتاع يوفي هتفهم ان التخطيط كله للسنين الجايه والموسم ده ما هو الا موسم بنحاول ان احنا نطلع فيه الفرقه لقدام ونغير مرحله ان احنا بنحاول ندور على دوري ابطال اوروبا، وبندور على مرحله ان احنا نكون واقعيين وندور على ان احنا ناخد الدوري ونطلع مدرب كويس زي اندريا بيرلو. فهو كل موسم للتجارب في يوفنتوس، وموسم تقدر تقول عليه كده ما تنتظرش منه دوري ابطال. لو خد يوفنتوس الدوري هيبقى اخره بركه، لان يوفنتوس عنده مشاكل كتير
على الاطراف لو دورت الامانه ما ينفعش انك تقول لي ان دانييلو ينفع يلعب باك شمال، ولا ينفع ان كوادرادو يفضل مستمر باك يمين، لان ده باك يمين ولا ده باك شمال، فعندك مشكلتين على الاطراف، وكمان كان عندك مشكلتين في الاجنحه، فهتلاقي ان الفرقه منظرها سيء جوه الملعب، وهتلاقي ان الفرقه حتى وهي معاها كره بتعملش اي حاجه غير ان هي بتستنى مراته، ومراته عمل جيم ممتاز جدا، الوحيد من لعيبه يوفنتوس اللي عمل جيم ولا اروع، بس مع ذلك كان كلها اخطاء، كان بيقع فيها من التسلل، مره يبقى متقدم ومره ثانيه تلاقي ان هو ما يحسش ان هو رجله سابقه لانجلي، ولانجلي بسم الله ما شاء الله، يعني لانجلي واراخو عملوا جيم كويس الشوط الاول، بس لما اراخو اتصاب وفجاه نزلنا بسيرجيو بوسكيتس الشوط الثاني كان في بطء في نص الملعب، لان طبيعي سيرجيو بوسكيتس لعيب بطيء ولعيب عنده مشاكل، لما فرانك ديونج نزل مساك ثاني ما حسناش ان في خطوره، بالعكس تماما لما برشلونه بدا الشوط الثاني كان مستحوذ، برشلونه كان بيحاول ان هو يجيب الهدف الثاني وكان بيحاول ان هو يخلص على المباراه، كنت بتلاقي ان في مرتدات، كنت بتلاقي ان كل فتره والتانية بتلاقي ان الهدف بتاع فيتوس جه والهدف اللي بيتلغي، بس برشلونه عمل جيم ممتاز، برشلونه كان عارف يقف صح جوه الملعب، برشلونه كان بيدافع صح، برشلونه كان بيدافع بال 4 3 3 عشان خاطر يقفل الاطراف كويس جدا، 4 2 3 1 بهاجم بيها وانا معايا الكوره، انما لا انا بقلب الطريقه 4 3 3 عشان ادافع بيها على الاطراف كويس وعشان خاطر اقفل المساحات على فيتوس. يا جماعه تاني وتالت ورابع لما المدرب بتاعك يعمل جيم كويس قول له انت عملت جيم كويس، ما فيهاش اي حاجه لعيب ولا حرام، يعني ميسي عمل جيم ممتاز. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في انسو فاتي هي فكره ان انا بحاول ادي هديه لبريس وايت عشان خاطر يجيب جول، مش بتاعتك يا حبيبي، انت لسه ولد صغير، هات الهدف التالت وخلص المباراه، وعلى الاقل ما تكسب فونتس في التورينو ثلاثة الموضوع بيختلف تماما، بيبقى ممتع خالص، يعني ناس كتير قوي كانت متخيله ان احنا هنخسر في اول اسبوع مع ريال ونخسر في اخر الاسبوع مع فينتوس، الحمد لله بنقدر ان احنا نعمل جيم كويس قدام الريال، غلطنا يعني خسرناه بسبب غلطه مدافع اهبل برضه هعيدها تاني، والنهارده عملنا جيم كويس قدام فينتوس في ملعبه وبنقدر ان احنا نكسبه، وبنقدر كمان نعمل ماتش عليه ممتاز وتيكي تاكا، وبنقدر نلعب كور بساط صغيره وحاجات من شغل برشلونه القديم، وبنقول يا جماعه لا برشلونه واضح ان في شغل كويس، بس محتاجين اتنين مساكين ورا، واضمن لك ان برشلونه هيرجع فرقه مرعبه تاني، وبرشلونه هترجع تتفرج عليها كوره جميله. رونالد كومان عمل جيم تكتيكي ممتاز جدا، سواء الفرقه بتهاجم وناحيه عثمان ديمبلي علشان خاطر بيستغل دانييلو عنده مشاكل، وبيستغل ان تشيزا برده هيوقف ويقلل خطورته، فكانت بصراحه كل الافكار اللي عملها النهارده كانت حلوه جدا، وكمان حتى لما حسن ديمبلي تعب راح مغيره وراح منزل مكانه انسو فاتي علشان خاطر يرجع الحيويه تاني للجناح، بس المشكله بالنسبه لي هي انطوان جريزمان، لان برده لسه انطوان جريزمان بيتم الرهان عليه تاني وتالت ورابع وعاشر ان هو يقدر يستحق ان هو ينسجم ضمن منظومه برشلونه. يا جماعه الموضوع لا عيب ولا حرام، انطوان جريزمان لاعب مش مناسب لمنظومه برشلونه، لاعب بيخاف، لاعب الثقه راحت منه مره واحده، بطل العالم اللي كان جاي واثق في نفسه مره واحده بتلاقي ان هو الهويه بتاعته اتسلخت وبقى بيخاف، وكل كره بيباصي لميسي عشان خاطر حاسس ان انا لازم اباصي فيها عشان خاطر لو ضاعت الناس تقعد تتكلم معايا، شخصيه وعقليه ما تنفعش ان انت تتكلم فيها برشلونه، ده لعيب هيدي المستقبل، بس عادي يا عم انتظروا منه اللي انتوا عايزينه، هي كده كده ما جاتش على جريزمان، وادينا مكملين الموسم ده على خير، والحمد لله ان احنا ارتحنا من بارتين، والحمد لله ان تاني يوم الفرقه بتقدر تكسب علشان خاطر الدنيا بدات تبقى مظبوطه شويه، ونحاول ان احنا نظبط النواقص اللي موجوده في الفريق في المركاتو الجاي. اما يوفنتوس زي ما قلت لك الفرقه كلها بتحاول ان هي تدي رساله للجمهور ان احنا يا جماعه السنه دي بندور على ان احنا نعمل فريق شاب، والسنه الجايه يحلها ربنا ما يخسر كل البطولات. عارف ان كلامي ليك صادم على ان اندريه بيقول له لسه بيتعلم، بس دي حقيقه، اندريه بيقول له فعلا لسه مجرد بيتعلم، الموضوع ما فيهوش تعيب ولا حرام، لسه بيقول له بيتعلم وبياخد خبرات. عارف ان الكلام بتاعي مش هيعجبك يا مشجع فيتوس، بس والله دي الحقيقه، ولو مش عاجباك ممكن تعمل ديسلايك وتقول لي لا اندريه بيقول له 1 2 3 وليه افكار كويسه هيطبقها مستقبلا، لا كنت مستني ان ديبالا يفيد الفريق النهارده في غياب كريستيانو، ف هارد لك. الحمد لله انا مبسوط، انا كمشجع برشلونه الحمد لله بقى مبسوط ومرضي، انا عارف انك مش مرضي ولا هتعمل ديسلايك ومش تعمل لايك ولا سبسكرايب، بس انا سايب الكلام ده على جمهور برشلونه اخواتي اخواتي.